أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدء حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت الشمس في الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهرا حتى الساعة 3 بعد الظهر اعتبارا من 15 من يونيو الجاري وحتى 15 من سبتمبر المقبل. يأتي ذلك بهدف توفير وتعزيز بيئة العمل الآمنة للعاملين في سوق العمل وتجنيبهم مخاطر التعرض للإصابات، لا سيما الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة في أشهر الصيف.